مساكم الله بالخير لكل متابعي كلام نواعم، مساكم معطر بالمحبة والود في ليلة خاصة على قلبي نحتفل فيها بمرور 48 عام على قيام اتحاد دولة الإمارات. بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرابعنا، حمر مواضينا. من هذا البيت استلهمت ألوان علم دولة الإمارات اللي توحدت تحت رايتها 7 إمارات وحضنت أكثر من 200 جنسية تعيش بتناغم وسلام على أرضها، مستمرين على النهج اللي رسم ملامح مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمه الله، واستمر على دربه شيوخ الإمارات. وبما أنه حلقتنا خاصة باليوم الوطني الإماراتي، ألوان علم الإمارات بتزين اليوم استوديو كلام نواعم، وبتتعرفون في هذه الحلقة على وجوه مختلفة للإمارات كأرض النجاح والتعايش والمساواة والريادة. والبداية مع هذا التقرير. وزارة التسامح في دولة الإمارات هي الوحيدة من نوعها في كل العالم. تعيش في دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، وهذه حقيقة، والكل متجانس. هي لم تبنى على يد الإماراتيين فقط، بل بنيت على يد الجميع، ومن هنا نبدأ. هذه أهم ركائز عام التسامح. عام التسامح عام تقبل الآخرين، احترام الجميع، القانون هو سيد الكل، والقانون هو الذي يجمعنا حقيقة، وهذا ما نسميه على نهج زايد. وزارة التسامح قدمت العديد للمجتمع، لمجتمع دولة الإمارات على الصعيدين، سواء الصعيد الداخلي عن طريق الاهتمام بالنشأ، عملنا بقرب مع وزارة التربية والتعليم مع طلبة المدارس مع الشباب عن طريق فرسان التسامح، وهو طبعا من أهم المبادرات الموجودة أو التي قدمتها وزارة التسامح إلى شبابنا. المهرجان الوطني للتسامح والأخوة الإنسانية هو مهرجان حقيقة لكل البشر. يأتي هذا المهرجان عبارة عن حزمة من الأنشطة والفعاليات المختلفة في الفترة الصباحية للمدارس وطلبة الجامعات، وفي الفترة المسائية لكل الجماهير، يعني سواء كانوا عوائل، مجموعات شباب. شاركت العديد الدول عن طريق السفارات بأكشاك، تعرض طبعا كل سفارة ثقافتها وهويتها الوطنية بتفردها. تأتي دولة الإمارات كمنصة، هذه المنصة للجميع للتعايش بها وتقبل الآخرين، خاصة في وقت الحروب تقع قيم التسامح وتقبل الآخرين. ولكن عندما نحن يعني نؤصل فكر التسامح، أي بمعنى المحبة، الإخاء، التعاضد، التضامن ما بين الناس، أي بمعنى كل شخص يمارس عاداته، تقاليده، وأسلوب الحياة الذي يود أن يعيشه في دولة الإمارات بالشكل الذي هو يراه مناسباً.